السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. جمعه مباركه على حضراتكم. انا كنت عملت لايف تقريبا بعد ما صدر حكم بحبس رئيس نادي الزمالك لمده شهر، وكنت بقول ان ما تخليهاش اهلي وزمالك، خلوها بين اخلاق وانعدام الاخلاق. يعني كان قصه كده وكان حماسي شديد جدا يعني. ولكن انا ما زلت عند رايي، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صدر حكمين بإدانته. الحكم الأول سنة مع إيقاف التنفيذ، ولما تعرضت العريضة بتاعت يعني حيثيات الحكم كان واضح جدا إن عشان سنه تخطى 70 سنة، فكان السنة مع إيقاف التنفيذ إنه مش هيتحبس عشان سنه فقط لغير، لكن مدان فما ينفعش يجي يحاول يروج كعادته إن هو يدور على إزاي أظهر منتصر، إن أنا ما بخسرش أي قضية. سيبك من قضية الشهر اللي هنتكلم فيها، لكن قضية السنة مع إيقاف التنفيذ حضرتك دي قضية خسرانة، وسنك فقط لغير هو اللي كان عامل مؤثر في إنك ما تتسجنش حسب حيثيات الحكم. ده رقم واحد، فدي خسارة قضية واللي خسرها لك كابتن محمود خطيب. رقم اتنين، القضية التانية، حضرتك واخد حكم نهائي بشهر واجب النفاذ، انك تطلع تقول ان القصة عمري ما بخسر قضية والكلام ده، اعتقد ده حكم تاني. هتعمل ايه مع الحكم التاني؟ الطبيعي والقانوني ان المفترض ان انت تتحرك وحضرتك ملقى القبض عليك، لكن خلاص انت شايف ان القانوني انت خدت حكمين في قضية واحدة، فهتعمل طعن على الحكمين وتقدمهم للنقض ويتم تحديد جلسة عشان توقف تنفيذ الحكم. طب الفترة دي هتاخد من شهر ونص لشهرين، الحكم اصلا مدته شهر. طب ما بيتنفذش ليه الحكم؟ انا مش قانوني، انا بس بوضح الصورة، لكن في خسارة قضية، في خسارة قضية سنة مع ايقاف التنفيذ، والسن فقط لا غير في حيثيات الحكم هو اللي منع القاضي من تنفيذ حكم السجن اللي هو السن فوق 70. طيب الامور رايحة لفين؟ انا هقول لكم بقى ان انا باختصار شديد، مش راجل بتاع قانون، بس انت بتشوف كده بتقدر تقرأ المشهد. فالمشهد عندي صورتين هعرضهم لحضراتكم. الصورة الاولى هي الثقة اللي بيتكلم بيها رئيس نادي الزمالك. الثقة دي واضح جدا ان هو عارف انه مش هيتحبس، دي ثقة مطلقة، ثقة باينة في نبرة الصوت. في اوقات كتير بيبقى الدعاء للثقة، وده الناس يعني بتقدر تلاحظه في نبرة الصوت، وفي قصة تانية لا، في ثقة مطلقة في اللي هو بيقوله وانا شفته، مش الدعاء للثقة، لكن وارد لان اكون شفته غلط، لكن لما اشوف بوست بنت الكابتن محمود الخطيب يبقى بيأكد لي اللي انا شفته في الفيديو بتاع رئيس نادي الزمالك. ايه البوست بتاع بنت الكابتن محمود الخطيب نور الخطيب؟ بتقول ايه؟ بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعاون الظلم وبيحجب الحق، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيحرض على قلة الأدب وانعدام الشرف وبيشوفهم بطولة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ضميره ميت. المشهد كارثي، المشهد كارثي، استقيموا يرحمكم الله. لما تحط الصورتين جنب بعض تبقى فاهم القصة بدون خوض في تفاصيل ملهاش لازمة. فده بالنسبة لتصريحات رئيس نادي الزمالك امبارح. خلينا بقى نتكلم في الكورة ونمشيها اهلي وزمالك. ما احنا حتى لما هنمشيها اهلي وزمالك هنمشيها اهلي وزمالك، حتى لما هنمشيها اهلي وزمالك ربما نقول برضو حسبي الله ونعم الوكيل. النادي الاهلي عنده مباراة مع الاسماعيلي. طبعا شفنا النادي الاسماعيلي امبارح امام فريق المصري بيطرد منه لاعب في اول ربع ساعة، بيتعرض لهزيمة 4-1. فريق المصري قدم مباراة جيدة، ولكن خليني اقول لكم النقطة الجوهرية في الامر، اللي فتح المباراة لعيب محترف الجلاسي سجل من ضربة ثابتة فاول على حدود 18 فسجل هدفين. وانا استغربت جدا من تعليق الزميل بلال احمد علام وهو بيقول ان حارس مرمى الاسماعيلي محمد فوزي قدم مباراه جيده ولا يتحمل اي هدف، مع ان الهدف الثالث واضح جدا ان الكره عرضيه وهو لوحده ساب الكره عدت للاعب النادي المصري وسجل الهدف الثالث. بس ما علينا، مش قصتنا، قصتنا ان اللعيب المحترف قدر يصنع الفارق، انه بيعمل ده بقى شغل فردي، يعني لاعب بيسدد ضربه ثابته محدود 18 بيسجل هدف، وده الجلاسي تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان بيأكد على وجهة نظر اللي انا بقولها من 3-4 سنين، اللي هيصنع الفارق
معاك جودة اللاعب المحترف. فده بس تأكيد، والحمد لله ان دلوقتي بقى اتجاه عام عند كل اللي شغالين في الميديا ومنتمين للنادي الاهلي انه وصلوا للقناعات دي، ان المحترف هو اللي هيصنع الفارق. طب بالنسبة للمحليين، هتاخد افضل لعيبة موجودة متاحة في السوق ان انت تقدر تدعمها حسب المراكز اللي انت عايزها. وبالمناسبة دي انا كتبت تويتر عن شادي حسين. شادي حسين بالنسبة لي لعيب موهوب، لعيب مهاجم موهوب، ولكن اهدافه الجميلة ممكن تكون ما بتاخدش بالك منها غير لما بيرتبط اسمه بالنادي الاهلي. فامبارح سجل هدف حلو قوي في مباراه يستحق سيراميكا ان هو يفوز على فيوتشر. يعني احمد سامي عمل جيم كويس جدا، سيراميكا عمل جيم كويس جدا على علي ماهر او على فيوتشر، ولكن نتيجه التعادل بالنسبه لي انا كنت شايفها انها نتيجه ظالمه لفريق سيراميكا كليوباترا، مع كامل احترامي لفريق فيوتشر وعلي ماهر يعني. ولكن شادي حسين سجل هدف من الاهداف اللي بتقول ان هو احسن مهاجم في فريق سيراميكا. يعني في بعض الناس طلعت من ضمن فريق سيراميكا وقال لك انا احسن مهاجم في مصر. انتوا عارفين الراجل ده مش متابع، ويعني عايش في بوتقه كده لوحده ومنعزل من ايام ما كان بيتقال عليه الحاسم، وخد هداف الدوري في الموسم اللي خدوا فيه الدوري 2014 2015، والزمن توقف بيه عند هذه المرحله. لا، شادي حسين سجل هدف امبارح جميل قلقني. قلقك ليه يا عم احمد؟ لان شادي حسين اسمه مقترن بالنادي الاهلي، والاسماء المقترنه بالنادي الاهلي لما بتسجل اهداف جميله كده فبتعلى بسقف الطموحات عند الجماهير، فتيجي الجماهير تشوف اللاعب فتلاقيه مش ده اللي سجل الهدف العالمي، مش ده طاهر محمد طاهر بتاع الهدف في وادي دجله اللي هو ملوش حل ده، مش ده حسام حسن اللي مسجل هدف من نص الملعب. فانا اتمنى لو شادي حسين هيكون ان شاء الله في قائمه النادي الاهلي الموسم القادم ان هو يسجل لنا اهداف جميله. والجميل في شادي حسين ان هو اهلاوي من المدرج. جميل ميزة وعيب عشان اكون امين معاكم. ميزة لو هو قدر لما يدخل النادي الاهلي يعزل نفسه تماما ويفتكر حاجة واحدة بس، ان انا لاعب في النادي الاهلي. لو انخلط زي اللي انخلطوا قبل كده مع الاصدقاء وبيتعامل في النادي الاهلي على انه لسه بتاع المدرج، مع كامل احترامي المدرج ده يعني مدرج النادي الاهلي ده رقم واحد في البطولات، ولكن كل واحد له دور، لما بتختلط الادوار اللاعب بيضيع مننا. فانا اتمنى لو شادي حسين هيكون لاعب في النادي الاهلي يتذكر جيدا ان الاهلي والملعب فقط لا غير هو اللي هيعمل لك جماهيريه. وارد تعمل جماهيريه من خلال شويه حركات على السوشيال ميديا، لكن صدقني مش هيصنعوا اسمك كلاعب. لو انت عايز تصنع اسمك كلاعب وتكتب تاريخ في النادي الاهلي، ركز في الملعب فقط لغير ده لو الاهلي يعني تعاقد مع شادي حسين. دي نقطة. النقطة التانية، غير الاخبار بتاعت شادي حسين، طلع صحفي. انا بقول دايما وابدا في النادي الاهلي، ويمكن كنت انا اول من اثرت القضية دي، ان مشكلتنا مش مع الاعلام المنتمي لنادي الزمالك حاليا، او ان مشكلاتنا الداخليه ما بتجيش مع اعلام منتمي لنادي الزمالك. الاعلام المنتمي لنادي الزمالك يشكك في هدف، يشكك في بطوله، بيشكك في حاجات زي كده، لكن الاعلام المنتمي للنادي الاهلي بيطلع بطن النادي بره، فتلاقي الدنيا، وممكن صح وممكن غلط كمان، فتلاقي الدنيا لها مصداقيه عند جماهير النادي الاهلي، وانا عاذر جماهير النادي الاهلي، فتلاقي بنعمل مشاكل لانفسنا وعلى عكس نادي الزمالك. وقلت الكلام ده كتير جدا جدا، قضايا داخل نادي الزمالك، جنش رفع كرسي كسره قصاد كارتيرون ومحدش عارف، محدش عارف. وزي ما الكابتن حسين لبيب كان قادر يخفي الخطابات، الاعلام المنتمي لنادي الزمالك كان قادر يخفي الخناقات. والله حلوه، ده بيخفي خطابات في النفق السري كده اللي بين الاتحاد والزمالك، وده بيخفوا الخناقات اللي كانت بتحصل وفاز نادي الزمالك بالدوري الموسم الماضي. عندنا لا، احنا عندنا سواريش فيه انقسام حاليا. لا، انقسام ايه ده؟ نسبه كبيره بتقول ان سواريش اتحرق. طب نعمل ايه؟ اقول لك انا بقى نعمل ايه. نطلع نقول مين السبب في عدم التعاقد مع سواريش. احنا المره اللي فاتت قلنا حسام غالي ودخلناه في ازمه مع سيد عبد الحفيظ، فحسام غالي خد يعني واجبه. طب ما نروح بقى لشركه الكره، بما ان شركه الكره هتتدخل. هنروح لمين في شركه الكره؟ هنروح لياسين بيه منصور. هذا هيفرمك، هتروح لياسين بيه منصور هيفرمك، والناس عارفة كويس قوي. هتروح لياسين بيه منصور هتتفرم. فنروح لمين؟ نروح للمدير التنفيذي وناخد عمرو شاهين ونقول ان الراجل ده مش السبب في التعاقد مع سواريش بس، لا ده اللي عمل وشاية ما بين النادي الاهلي والمدربين الكبار اللي النادي الاهلي كان حاططهم تارجت ليه، فبالتالي الراجل ده غير امين على مكانه كمدير تنفيذي لشركة الكرة في النادي الاهلي. وكأن مش هقول لك بقى مجلس ادارة النادي الاهلي، لكن هقول لك وكأن رجل الاعمال الابرز ياسين بيه منصور مش هيقدر يفرز مين اللي يقدر يعتمد عليه في شغله في شركة كرة القدم.
يعني حاجة يعني بالنسبة لي صعبة جدا، لكن لا خلينا يا عم نمشي مع هذا الاحتمال وارد جدا، يعني مفيش حد ما بيغلطش. يعني خلاص يبقى في مشكلة عند المدير التنفيذي، وليه ما يكونش هذا الصحفي كلامه حقيقي؟ ليه ما يكونش فعلا هو اللي منع النادي الاهلي انه يتعاقد مع خيسوس؟ ليه ما يكونش هو اللي منع النادي الاهلي انه يتعاقد مع فرقي؟ ليه ما يكونش هو اللي منع النادي الاهلي انه يتعاقد مع روي فيتوريا؟ وهنا هقول لك حاجة بسيطة جدا، الاجابة في الاخبار، الإجابة في التاريخ. أدي خبر بيقول إن خيسوس تمام تعاقد مع نادي فنار بخشة بشكل رسمي في 2 حزيران. ما هو برضو ممكن برضو 2 حزيران ده يكون بالنسبة لهذا الصحفي إن هو 2 سبتمبر مثلا أو 2 أغسطس مثلا. لا يا سيدي هنجيب لك بقى اللي هو باللي احنا متفقين عليه، اللي احنا نفهمه في وكالة الأنباء الأسبانية، نقلا عن وكالة الأنباء الأسبانية، فنار بخشة يتعاقد مع المدرب البرتغالي خيسوس امتى؟ 2 يونيو 2/6. ماشي 2/6، طب ما 2/6 ده بعيد. يا عم ده 2/6 كان بعد نهائي افريقيا بيومين فقط لغير. اصلا بيتسو موسيماني مشي بعد 12/6 او 11/6 او 13/6. خلينا نقول ان كان في تفاوض من بعد نهائي دوري ابطال افريقيا. طب ده فنار بخشة بيعلن التعاقد يوم 2/6، يعني بعد النهائي 31/1 ب 48 ساعة. طب هل هو كان بيتفاوض بقى النادي الاهلي مع خيسوس وفنار بخش داخل في الموضوع وعمرو شاهين داخل يوم 1/6؟ يعني قال لهم لا بوظ، فنرجع لفنار بخش. يعني اذا كان المتحدث غير واعي فالمستمع لابد ان يكون واعي، هقولها بالطريقه دي. طب نروح لفرقي نشوف فرقي ده تعاقد مع منشئ جلادباخ امتى. بص يا سيدي، رسميا فرقي يتولى تدريب منشئ جلادباخ امتى؟ في 4 يونيو 2022. 4/6 4/6. انت متخيل الصحفي المنتمي للنادي الاهلي بالكارنيه، لان في انتماء بيبان على الشاشه وقت ما النادي الاهلي بيسجل جون بتقوم تتنطط. اوعى انا لو قاعد في استوديو محايد وجالي جول في نهائي دوري ابطال افريقيا وابقى قاعد عامل كده، انا ابقى مش يعني وجهه نظر، انا ابقى في حاجه غلط في تشجيع للكوره، ابقى انا خلاص عزلت نفسي تماما عن اني مشجع لكوره، وصلت نفسي لمرحله من الجمود ان مباراه نهائيه دوري ابطال افريقيا سميت مباراه القرن بيسجل فريقي هدف وانا قاعد كده. مستحيل، انا بالنسبه لي مستحيل. يعني ممكن تكون في معايير اخرى ان ده الطبيعي، لكن بالنسبه لي انا مستحيل. حتى في المعايير الدوري الانجليزي وبنشوف اللعيبه السابقين بيفرحوا ازاي بهدف تعادل لفريقهم، بيجي واللقطات بتنزل وبنشوفها كلنا على تويتر. يعني طب نروح للمدرب 2/6 و4/6، فاذا الكلام خطا، اذا انا ليه بقى اروح؟ وده بقى رساله للاعلام المنتمي للنادي الاهلي، وانا بتفرج، انا بشوف وبتابع بوستات وبتابع الناس المنتمين للنادي الاهلي، لان عندي قناعات ان الضربه بتجيلي بحسن النيه، همشيها بحسن النيه من المنتمين للنادي الاهلي، لان مصداقيتهم اكتر وبنرد بشكل مش حقيقي، او مش حقيقي، بشكل مش شايفه افضل حاجه. خلينا انقي المصطلحات. ليه؟ لان انا ما ينفعش اقول لا ده هنا بيقولوا كنا هنجيب ده، بس اللي حصل مش من عمرو شاهين، اللي حصل من حد تاني. لا الكلام ده انا ارد على ده ليه اصلا؟ واوصل رساله ان انا عندي مشكله اصلا، هو ما يكونش عارف بمشكله وبيضرب خبر فانا اقول لا ده انا عندي مشكله والله فعلا، او وارد يكون عندي مشكله. لا الموضوع بسيط جدا، الخبر بيقول ان عمرو شاهين كان سبب في مشكله في انهاء تفاوض النادي الاهلي مع خيسوس مع فاركي. لا يا حبيبي، اصلا وبيتسو موسيماني موجود، فاركي وخيسوس تم الاعلان عن تعاقدهم مع انديه اخرى، بس سهله بسيطه، وتقفل موضوعك وتركز في اللي بعده. لكن يشغلك فتبدا تقلب جوه النادي فنبدا نعمل، انا شايف ان ده غلط، انا اسف والله بعتذر كل الناس، لكن انا شايف ان ده غلط. صح هو ده. طيب بالنسبه لروي فيتوريا، روي فيتوريا وكيله طلع يتكلم بنفسه، قال ان هو كان عايز فتره منتخبات، لان روي فيتوريا دخل على الخط في التعاقد معاه نادي سعودي، وانتوا عارفين الانديه السعوديه بتدفع رواتب قد ايه، وهو كان واخد قرار انا رايح دماغي الاربع سنين دول هروح لانديه منتخبات. طب التعاقد مع نادي المنتخبات ده او التعاقد مع اتحادات كره القدم دي بالنسبه للمديرين الفنيين كويسه؟ او راتب فيتوريا اللي تم الاعلان عنه 2,400,000، على فكره هو تقريبا التاسع من حيث الراتب في منتخبات كبرى، يعني بعد المنتخبات كده هتلاقي منتخبات مشاركه في كاس العالم، هو لو حطينا مصر جدلا في كاس العالم هتلاقي تقريبا ترتيبه من حيث الرواتب التاسع او العاشر.
فالدنيا مش بعيدة، فالدنيا حلوة. ده رقم واحد. رقم اتنين وده المهم، خدوا بالكم بقى من النقطة اللي جاية دي، من نفس الصحفي اللي طلع واتكلم وقال مين اللي متمسك بيه على غير العادة، وان الناس كلها منقسمة على سواريش، بس المجلس بقى بالعند في شركة الكرة بقى متمسك بسواريش. كلام مش حقيقي وكلام غلط، وما تسمعش لده، لان ده مش ده الشخص يعني، لا للاخبار اللي زي دي، لان من شأنها انها تعمل لك انقسام داخلي يعني ايه، او تخلي الجماهير عندها غضب تجاه شخص وممكن يكون اصلا رأيه غير كده خالص. يقول لك اصل الكابتن محمود خطيب متمسك حاليا بسواريش. مين قال الكلام ده؟ القصه كلها لسه محل التفاوض، محل النقاش، محل الاختبار، التجربه، محل التقييم مع نهايه الموسم، وتدخل موسم جديد هيبان يا هنكمل بسواريش يا هنجيب مدير فني جديد. القصه بسيطه، فما تروحوش لسكه اصل ده متمسك وده مش متمسك وده اللي رافض وده اللي بيعمل كذا وده اللي بيضرب كذا وده اللي اتكلم بالمديرين الفنيين. كلام كذب بوضوح او بالتواريخ، كلام كذب. نروح لكلام اخر تعبنا والله، ان كروش راجع مصر. فالناس بتقول انا وجهه نظري عنده 25000 دولار يرجع. قال لك لا يا عم يرجع عشان الفلوس. طب ما هو ممكن يكون راجع ياخدهم في حسابه البنكي. طب ما الناس مش راضيه تجيب. طب الراجل جاي زياره. لا القصه كلها ان في انديه فعلا بتدور على التعاقد مع مديرين فنيين اجانب. كروش وارد جدا يكون جاي عشان نادي بيراميدز مش هيكمل بتكيس الموسم الجاي، تكيس بيجهز ان هو يكون لقطاع ناشئين على تجربه الاهلي كده، هو يقود قطاع ناشئين ويبدا يطلع ناشئين ويبدا نادي بيراميدز يغير من سياساته اللي كانت يعني او اللي كان اسس من اجلها. انتوا عارفين طبعا في تصريح لاحد المؤسسين لنادي بيراميدز او احد المكلفين باداره نادي بيراميدز منذ اول يوم، طلع قال مع احد الصحفيين ان نادي بيراميدز حقق التارجت في اول سنه ليه، لان نادي بيراميدز تم تاسيسه في 10 15 يوم وكان التارجت ايه. والله ما بهزر، قال كده كان التارجت ايه اللي هو اتخانق مع احمد فتحي ده واحنا خارجين من الملعب يعني، وقال له انت عايز ايه؟ قال له عايز اكسب مش عارف ايه والكلام اللي انتوا فاكرينه ده. كان تارجته ايه بقى؟ ان يفوز على الاهلي ذهابا ايابا. ايوه والله زي ما بقول لك كده، قالها كده، قال حققنا التارجت من اول سنه لانشاء بيراميدز وهو الفوز على الاهلي ذهابا ايابا. انت متخيل قيمه النادي الاهلي قد ايه؟ عامله ازاي عند الناس دي؟ عند منافسينه؟ متخيل قيمه النادي الاهلي ان يتم تاسيس نادي بكل القيمه الماليه دي من اجل تحقيق التارجت وهو الفوز على النادي الاهلي في مباراه في الدوري العام؟ كم عظيم النادي الاهلي. حاليا بقى بيراميدز بيحاول ان هو يجيب مدير فني للفريق الاول وياخد تكيس جونياس لفريق الشباب. انا اسف للاطاله، طولت عليكم، ولكن كان حلقه مهمه جدا. فجمعه مباركه على حضراتكم ونشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. الجمله اللي لازم تقولها لنفسك كده، اللهم اكفيني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم.